السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، كيف أحوال، كيف الصحة أخوان الأعزاء الطلبة؟ مثل ما وعدكم بالمحاضرات اللي هي راح تكون حضورية بتعلم العود، واللي كثير من الطلبة والأخوان الأعزاء من بغداد كانوا يسألوني على مكان لتعلم العود، واللي كثير من الأخوان يتصلون بي حتى من المحافظات ويقولون احنا نجي في بغداد، يعني خطار ونجي يمك لدراسة العود. فتحت الدورات الخاصة بتعلم العود، هذا الصف قدامكم تشوفوه قدامي، وهذا شوفوه، هذا البيانو، هذا بيانو للأصوات للغناء وأيضا لتعلم العود. هذا الصف قدامكم، راح أعطيكم المكان إن شاء الله اللي هو مول الحارثية، بالقرب من مول الحارثية، الفرع الأول الفرع الثاني، تدخل ب ثالث عمارة موجودة، وراح أصور لكم بخصوص بدء دورات تعلم العود والغناء العربي وفق أصول وبرنامج من الصفر. يعني احنا ممكن انه اول فقرة نتعلم العود من خلال النوطة، ونتعلم العود حرفيا، ونتدرج بالمقامات العربية، ومن ثم الأطوار الريفية بهذه الدورة. هذه القاعة مثل ما وصفت لكم اياها، شوف تلاحظوها، وراح تكون صبورة. اليوم احنا السبت، اليوم 10/6، ونبدي اي طالب يريد يسجل نبدا من بكره بالدورات، واهلا وسهلا بكم. الان انتقل الى التصوير الخارجي حتى تعرفون المكان لتعلم العود، يعني القاعه او المكان حتى تجون عليه مباشره، اللي هو في منطقه الحارثيه في بغداد. كونوا وياي اخوان الاعزاء. هسه احنا عندنا هذا مول الحارثيه، شوفوا لاحظوا، هذا مول الحارثيه، شوفوا وراي، هذا مول الحارثيه، مو الفرع مال مول الحارثيه، الفرع الثاني. تلاحظ انه فلافل لبنان، فلافل لبنان، تدخل بهذا الفرع، تدخل بهذا الفرع، بهذا الفرع أول عمارة، ثاني عمارة، ثالث عمارة البرتقالية، مؤسس الطابق الرابع، الطابق الرابع راح يكون هسه. هذا فلافل لبنان كلها تندلى بالحارثية، وثالث عمارة اللي هي اللون الأسود، شوفوها اللون الأسود، آخر وحدة. وهذه راح تكون عندنا الدورات بدأت من اليوم، وهذا هو مول الحارثية، لاحظون باعوا، هذا مول الحارثية، والفرع مول الحارثية الأول، هذا الثاني، فلافل لبنان الركن. زين، تدخل بالفرع، العمارة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابع عمارة، الطابق الرابع. وتحياتي لكم، إن شاء الله أتمناكم موفقية، وأهلا وسهلا بكم بالدورات لتعلم العود والغناء العربي. شكرا لكم من بغداد. زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.